انا مع راكان. يا عيال يا عيال والله يا راسي بصح والله صدعت من التداخل. شخبوط شخبوط. طيب اي ميسيو قسم بالله انا ودي اضمك بس عشان كورونا يا شخبوط. يا عيال يا عيال ترى كورونا ما المفروض ان الواحد الاحترازات الصحيه. مايك 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 انا بوجه لكم نصيحه. احمد الفراج اوجه لكم نصيحه. احنا نمشي على قرارات وزاره الصحه صح ولا لا؟ فانا اشوف من بعض العيال يعني تجاوزات المفروض انها ما تصير وقلت اذكركم فيها. اول شيء كلكم اخذين جرعتين الحمد لله. ثاني شيء يعني حاولوا انكم لانكم انتم توجهون رساله للعالم عرفت. وزاره الصحه منعت العالم من اشياء كثيره لذلك عشان احنا نوجه رساله بعض الامور لازم اننا نكون مطبقينها لان نوجه رسائل. احنا نوجه رسائل بالله. تبعتين بس بقولها يا بعيد عن الموضوع شخبوط. انتم الموجودين ما عدا اعضاء فريقي اللي في المكتبه الفوز لا تحلمون به ابدا. تصريح قوي وناري. الفوز لا تحلمون به. احمد فراج ولا مو احمد فراج ما انت فايز. خذها مني. هذا حبيب العمده. هلا 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 انا في خاطري كلمه لكن الموضوع الشباب شكلهم ما يسمعون عندهم صمم او شيء او قله في السمع فناديت من اول انادي فما حد فقلت اقول. تم ابشر تم مرك انتهى. لا يا شيخ لا عنده اليوم عنده امتحان ايش رايك نكلمه يجله شو كذا اعرف الموضوع على عنده شو فتشت اموره تمام ها يبغى يجلس بجنبك يا اخي عنده امتحان فهمت هذا العلم ويش بدت عند كل شيء بدت زين يا عمده بس يوم عينت بدت خلاص اسكت شو اسمه بعيد عنا بعيد يا باقي ما بدت الفقره بدت لكن ما تتكلم الفقره ذي لا يمدينا بدت فيها نقاط سلطان احمد فهد وفهد كلكم عيني في راسي تحدثني عن شيء والله يا واحد يتكلم لسه ما حدث بس يا ولد العمده انا لا لا في شغله بس يا عمده المايك حقك هو اللي غلطان وطافي انت ما طفيته تراك هو اللي غلطان ابو حسن هو اللي غلطان المايك عيال خليني اعلمكم حاجه ابشر كثيرنا يلا نصبر على اصوات بعض في مكان مفتوح الصوت يروح ما يغدي له ضجيج في راسي هنا ما نبي ضجيج لان الاصوات يغدي له مكان مكتوم يغدي له صدى صح ولا اتفق خلاص انا راسي ساكن وصلات ممنوع التدخلات استغفر استغفر يا رجل استغفر لين تبدا الله يجزاه خير ابو حسن اي والله بذي عبد الرحمن لا تذاكر اجلها بعدين سلطان الامير حي الله حي الله على السلامه وش الحاجه اللي جايبها لي والله جايب لك شيء اول ما شفته قلت والله شلون رجلتك والله شلون رجلتك لا الحمد لله انا دام اختيارك بجيرانك ها لا والله اني اول ما شفته جت العمده حاول توخر عن طريق العمده واجلس على الطاوله هنا قوم من سلطان رجله تعوره سلطان ارتاح جنبك فيه ريحه صمت يا شباب حلوه مره صمت يا شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام عن المرء لا تسال وسال عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي الإنسان خلق على هذه الدنيا ليكون اجتماعيا بفطرته وتجده يبحث عن أمين لسره ومستودعا لفكره ومشاركا لآلامه قبل أفراحه قبل الأفراح فالصديق الحقيقي هو أخ لم تلده أمك وهو عون على الأيام الثقال
باختصار هو سراج الليالي المظلمة. صديقي فيصل الحربي، كنت ولا زلت تملأ المكان بهجة وسرور، صمتك فيها هدوء والهدوء الذي يسبق العواصف الممطرة. فيصل، كنت تتوقع أن هذه الفقرة مجهزة ومرتبة لك؟ ولا 1%، أقسم بالله ولا 1%. والله صدق ما أدري إيش أقول. مرة ليش يعني ما كنت تتوقع؟ لكن الله يسعدكم جميعاً. بس والله يا سلطان يا أخي تستاهل أكثر. والله تستاهل يا فيصل، تستاهل. سلطان سلطان، أنا أشكرك على المبادرة الجميلة هذه، وفيصل يستاهل، ويشهد الله سبحانه وتعالى. طيب الله يحفظك. يشهد الله سبحانه وتعالى أن فيصل كان محتاج أحد يعني يدفه، لأنه أنا أعرف فيصل قبل البرنامج. ما كان فيصل حق الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني، لكن الأسبوع هذا هو فيصل الحربي، وأنت شكراً لك. أبداً ما سويت شيء، أنت مستحق أكثر من ذا يا فيصل. عمدة القرية، تفضل على المسرح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. مساك الله بالنور. الله يمسيك بالنور. أول حاجة بيض الله وجهك يا سلطان. أبد ما سوينا شيء. علومك طيبة كلها. هدوءك الحالة علم طيب. هدوء فيصل. والله لم في ناس إزعاج ما منه فايدة. فأنت هدوءك حاجة جميلة. وسويت علم طيب في اللي يستاهله. كانكم مسويه لنا كلنا. أكثر من ذا، وأنا يعني لا قصورهم فيكم جميعاً. بالعكس انتم الجميع يحب فيصل ويعرف فيصل والله، فانا كلكم اصدقائي، فهذه مبادره مني بسيطه بس عشان نشجع بعضنا ونقوم مع بعضنا. شفت يوم اسعدت فيصل، والله انا اضمن ان كانكم اسعد الله كلهم. الله يخليكم ويرفع قدركم. والله العظيم لان رجال إن يعرف اللي في قلوبنا حتى بصوته. هو الان نبي يستشعر الموقف، والان يدينا ايش اللي في خاطره بالضبط. والله العظيم ما ادري ايش اقول. نبي فرحيه. وش اسمه؟ فكنا من الحزن. بس لكن منزل تشيرت. لا 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 الحين. تبون فرح ولا حزن؟ روح. فرح. فرح. اعطوه مجاله يا شباب. طيب ما قلت شيء. فرح والله ما يحضرني ابد شيء، انا مصدوم، انا مصدوم والله العظيم يا عيال مصدوم. لازم تمشي. انا بسمع صوتك ترى. طيب وش تبي؟ يا مرحبا ترحيبتي. يا نفس اللي في البداية. لا ما أعرف. شباب هدوء كلكم جميعا. هدوء هدوء هدوء. خلوا على كيفه اللي ودك. تبون في البداية إلا يدور في خاطرك الآن أنا بك تطرحه الآن. أي لا تصفكون يا عم. إيه بطلعكم على مسرح واحد واحد يا شباب. قول اللي ودك. يا مرحبا ترحيبة شانها شان، ترحيبة لأهل القلوب الوفية. يا مرحبا ترحيبة شانها شان، ترحيبة لأهل القلوب الوفية. كمل السؤال. يا مرحبا تبكى على مر الأزمان مضمونة
سلم الجدود الاوايل ومضمونها سلم الجدود الاوايل يا مرحبا. الله يبيض وجيهكم جميعا يا شباب، اقسم بالله فاجأتني يا سلطان صراحة يا فيصل يا حبيبي والله العظيم كلكم قلنا ما عاد نبي تسليم ولا عاد قرب من بعض، احترازات 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 يعني تفاهموا تفهم ولا ما تفهم؟ اي كمل يا سلطان الامير. عبد المجيد تفضل المسرح. انزلهم رتبها انزلهم. طيب يا ابراهيم تفضل. اللي تبي لا لا اللي بيشارك انا حبه واحد واحد مع بعض انا عشان ما ابي الحوسه هذه كلها. من اللي ما عاد له لزوم؟ طبعا فيصل لازم يبقى. اي فيصل يبقى. الجميع تفضل طلع. تفضل طلع معك. تفضل طلع معك. طلب مني بس بسيط. بعد نبي طويل العمر اللي عنده تبي ذا ولا ما تبي؟ طلب مني بسيط بس قبل لا اشارك ان فيصل يقص كيكة بعد مشاركة العمده وانا وياك ولع الحركات هذه بعد هامل خلي اخر شيء. ايش رايك؟ ايش رايك اخر شيء عشان بنسوي خطوه جنوبيه مشاركه فهد السوري؟ عامر لي انت ليش ملوديني؟ ابيك تقول اي شيء لفيصل بصوتك الحلو. صراحه فيصل شخص جميل جدا 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 باسلوبه باخلاقه بعلمه الطيب كسب قلوب اخوياك اللي ابوهم بشهادتهم هم موجودين صديق ولا فيها احد من اخوياك قد اشتكى منك وقد مره امورك كلها فالسليم الله يطول لي عمرك طيب جدا جدا. وليد احنا اطلع برا. لا لا مو على كيف مو على كيف خلاص اجلس انت الداخل وهو الطالع يا ابو قشران طويل العمر سم زله زله طيب طيب وتدمح الزله ابدا اسلم يا ابو سامي ولا تعود تستاهل كل خير تستاهل والله كل خير هالمناسبه انا والله اني ما عندي كلمات أنا يعني فرحية كل الكلمات اللي عندي يعني غزلية ومن هالكلام تغزل ولا تقال لكن أبشر والله يلا تكفون اللي تشوف تكفون أبشر والله نجيبها وأهم شيء ما تجيب خاطر لا لا أنا كل شيء منك حبه يلا أسلم الغايب اللي غيابه لخبط أوراقي يا ليت صلى استخاره قبل مرواح من عقب ما قفى احس احتاج لي راقي ما ذقت نوم الهنا ما استذذ الراح سلامتك الله عليك صح صوتك شكرا لك العافيه ابو سامي طيب انزل الجميع ودي يقول كلمه لفيصل صح ولا لا خلاص خليك انت الجميع ودي يشارك عادل تفضل على المسرح وقول اخترسم لا عادل انه انا وعدكم يختصرها اوعدكم يختصر عادل ما شاء الله عليه شخبوط 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 ايش تفكر فيه ايش تفكر فيه ايش تفكر فيه ايش افكر فيه افكر كم ثانيه عند عادل بيقول هذا بيقول 15 ثانيه ولا كم 60 ثانيه صراحه في ذي والله صايق 60 ثانيه اذا ما زادت ما قلت اول شيء صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد الله طيب ثانيا هذه المبادره حقيقه غير مستغربه من اخونا سلطان دائما كما توقعنا وكما عهدناه مع الجميع وهذه ميزة في هذا الشخص حقيقة قليل الكلام كثير الفعل نتعلم منكم واليوم المبادرة اللي أسعدتنا صراحة غير أنها من سلطان أنها موجهة لفيصل فيصل أنا مؤمن إيمان قطعي بأن عنده الكثير اللي ما بعد طلعه ينتظر مثل هذه اللحظة ليفصح عما بداخله اليوم فيصل عادل عندنا كل أبونا اليوم فيصل عندنا كل أبونا شخص عزيز وغالي ممتاز لكن حنا نبي شعلة فيصل اللي حنا نعرفها تحت الهواء وأنا
ابى اتكلم على لسان فيصل من بعد ما طلع فيصل على الستيج هذا ممتاز. انا متاكد تاكد ها انه حيطلع فيصل بشكل اخر في الايام القادمه. انا ما اقول الا 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 بيتين للشافعي، بيتين للشافعي. انا في وجهك يا شيخ، في وجهك يا شيخ، صوت في وجهك، صوت 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 صوت. الامام الشافعي الله يطول بعمرك، الامام الشافعي صوت البخ البخ البخ. عنك 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 يطول بعمرك. روح دبجه، روح دبجه اخوي. اي اي خلاص خلاص يا شباب يا هو يعني. هذا الموقف اللي تشوفونه الان بين سلطان وبين فيصل يعزز وتعريف لما معنى الصداقه. اذ المرء لا يرعاك الا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التاسف. سلام على الدنيا ان لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيب الله عاد الله يسعدك سلطان. ايش ودك تقول؟ ايش بخاطرك؟ ايش تسترسل فيه؟ ايش؟ عود 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 هات خذوه هات اسمي عليك يا حبيبي انت. طب خلاص خلص روح عود 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 هنا عود هنا. الناس اللي ما لهم داعي بس نعم نعم تعال هنا. لا طويل هذا درع درع جنبي. والله شفت تستاهل. خلاص يا فهد بالله يا فهد يا سامج خلاص فعلا. اول شيء خلي اتكلم على الاسبوع ده. اسبوع جدا جميل يوم مسك ابو حسن العمده. معك ثلاث دقائق. اربع دقائق خمس يا حبيبي. فعلا مبادرات جميله كاريزما جميله من ابو حسن. لازم اثني على العمده في البدايه. ثانيا هي فعلا زي ما قال اخوي عادل مي مستغربه من سلطان لاخو فيصل، وانا متاكد كلنا يتمنى اللي سواه سلطان وزياده. ففيصل يستاهل، وانا انا بنفسي اقول فيصل هو اقرب الناس لي في المرحلة دي اللي أنا دخلت فيها في البرنامج. فيصل قد ما هو يعطي في البث حتى تحت البث. إحنا ما بنقول فيصل ما طلع بالشكل المطلوب. طيب أنت لازم كل شيء يقول لازم يدخل فيه عبد المجيد. طب رسلي واحد ثاني غير عبد المجيد. طيب المهم أي هذا هو، هذا هو الكاب حق فيصل، هذا هو اللي مهدي لي إياه أصلاً. اوكي ففيصل يعطي وما يقصر والله يوفقك يا فيصل. وتاكد لين تشوفهم اللي قدامك كلهم معك. تستاهل تستاهل سلطان. ما قصرت يا حبيبي. الله يسلمك سلطان. والله عشان ما يطيح عشان ما يطيح. مهند تفضل. انا المفروض اول واحد تدري ليش؟ يا الله لا انت عارف انه مهم دحين في رتم هذا. انا بتشع عليه تعال خذ قول كنتك توكل على الله يا عمده. اسلم. السلام عليكم. عليك السلام. بيض الله وجه العمده. اي والله جزاه الله الف خير. وياك ابدا صراحه وامتع. ولد عمي انت خلك هادي وانا الشقي. انت انا بجيب العيد وانت مالك. ازهل ازهل ازهل. شكرا لكم تستاهل هذا كله. والله العظيم كان انا فرحت فيه يا حبيبي. شوف قطعني يا عمده قطعني. عين خير خلاص لا قال العمده شيء. سمع وطاعه واسكت. تفضل مالك. تفضلك يا عمان. شكرا على الله. من ودي يسترسل؟ من ودي يطلع يقول شيء لفيصل؟ مشعان عبد الرحمن. مشعان بدوج. مشعان بدوج يا والله مشعان منافي. تفضل كلمة العمدة. تكلم 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 يا عمدة. الله لبيه لبيه. هلا والله ابو انت ما شاء الله رجل صارم حاكم منصف. ففي بعض الشخصيات اللي جنبك قاعده تاثر علينا احنا وانت همك احنا. فارجوك نزل نفسك. انت انت القفله الاخير. انت انت الخطوه الجنوبيه والامور هذه ترى. تكلم مالك سلطان. الوقت ممكن. تفضل يا عبد الرحمن واستعجل عشان ما تدري وينك فيه. اخلص. اوكي الغالي. اقول اشهد الله انكم ضربتم اروع الامثله في الوفاء وفي معنى الصداقه. وانا اثنين هذول صراحه راهنت عليهم من اول اسبوع عني وعن فهد وعلى الشباب يعني يتحدث على بهذا الكلام الجميل. اقول راهنت على الاثنين هذول قلت لهم لا يتحدثون كثيرا لكنهم اذا حضروا ابهروا. فاشكر السلطان صراحه الفيصل واحب اهدي يعني بيت الفيصل على لساني ولسان الشباب. يقول لو كان يهدي الانسان بقيمته لاهديناه الدنيا وما فيها. يا حبيبي صح سالك الله. جزاكم الله خير. كو علامة. قدمك لنا. قدمك لك. تفضل فهد. فهد. يلا. اختصروا ها. قدمك لك. يبا قدم ولا عطر. واحدين واحدين قدم لك. معكم وقت. تعال هادينا.
يلا كفو. ستارت 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 طيب والله شيله لا لا وجهك وانت وافي ومقان وسلطان ما قدم الشيء هذا اللي انت تستاهله تستاهل هم تحت العمدة شوف شوف شيله فيصل تكفى تكفى والله انت نجم اه الكاكا ايه شخبو تفضل خلاص كذا الله يكفى سوينا حركة شكرا والله يا شكرا مرافقة العمدة مرافقة العمدة روح ادب جو تعال يا حبيبي والله ابدا الله يخليك الله يقدرك انقلع خلاص خليك الداد ادب جو صامت صامت يا شباب يلا شخبوط تفضل اللي بيحترم ندبي هنا ولا لا لا تفضل لا يدخلون تفضل بجي بينكم ليش فك هذا ويش الله يكرمكم وسخت الهديان حسبني داخل لي مجلس انتم مش بلاكم اولا يا طوال الاعمار الكرم ما يستغرب من ولد جازان واهل جازان وعوايدهم تقديم ومسابقه على العلوم الطيبه الله يخليكم وانتم شفتوا كرمهم قبل اسبوع وكرمهم من قديم وهم من قبل اسبوع وجعل خيركم واجد اما اخوي فيصل فهو يستاهل كل علم طيب والله اني اقوله صادق قمه في الاخلاق واللي يقول انه ما بعد قدم انا اقول انه قدم وابدع وعاده بيبدع ويبدع ويبدع والله يوفقك والاثنين ذا سبقوني اخواني في الكلام مهما قلت والله ما هو فيهم حق الله يخليك نتعلم كمية اخلاق واحترام وانا متاكد ان كل منا انا ما حددت 10 ثواني ولا 15 لاني اذا استرسلت ماني بحددها 15 ثانيه مثل عادل ف هذا شخص والله اللي جنبك شخص موهوب جدا انا اقول كثير من بحر عاد البحر بعد مقبل والله يوفقك وهو مشكلته عدم الحفظ وانا نطور موهبه الحفظ ذي عنده وفالكم التوفيق وعزرانكم الله يخليك وسامعين كلكم والله نعم تفضل وليد احمد مين ودي يطلع يتكلم الان المخرج يقول 3 دقائق يا جماعه وقت يا الغالي انا عشان البعض ما بيزعل مني كلهم عزيزين علي شد الله ما يتوكل على الله توكل على الله انتم خلاص خلاص عشان عشان انا اتكلم عشان سلطان بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء الله يبيض وجه سلطان اي والله دائما ما شاء الله تبارك الله القبيله والمدينه اللي ينتمي لها سلطان منبع للادب والعلم والثقافه والحكمه واخرا الشيء اللي يجملهم اكثر شيء الكرم يعني اقسم بالله العظيم احنا عشنا مع جوازنا ما شاء الله تبارك الله يعني حتى اللي ما يملك زاد يومه عطى ضيفه وبابا دائما مفتوح يشهد الله فنشكرك على هذه المبادره القيمه والجميله النفسيه قيمه في عطائها النفسي قبل ما تكون قيمه في عطائها المادي هذا الشيء الاول الشيء الثاني فيصل حربي اخو عزيز وغالي يا حبيبي ويشهد الله انه انسان كسب قلوب الجميع حتى لو انه يعني له كاريزما خاصة له شخصيته الخاصة الهادية فيصل صوته ما شاء الله تبارك الله موهوب وعطاءه جيد فتستاهل اللي قدم لك سلطان وعقبال إن شاء الله ما اشتغل يا أخوي ذا ذا يلا خلي يحب المدى يلا يلا أبو قشرة فبيض الله وجهك يا سلطان 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 بكرة أنا تكفى مبادرة باسمي تكفى يا سلطان فهاد ما قدر ما قدر يقوم عشان رجل تفضل رقدي الله يا أخو لا عشان الجميع ما يزعل يقول ليش ما طلعت لا لا عندنا كوكت يا سلطان عندنا طالب مني يلا مشينا اللي عندك ما حد معك كوكت يا احمد عبد المجيد قول له الله يرحمه ازعجته انت لا تعرض عبد المجيد خلك في حالك انت نجيك ما جاء ما نسمع والله ما نسمع ما ندري ايش قال وليد والله ما ندري ايش قال والله يا جاري انا ما الله يبيض وجهك الله يخليك وقدرك ابدا ما سويت شيء اول شيء الله يبيض وجهك حول ما في شيء حول والله يبيض ثاني شيء انا ما ودي اضيف الكلام فيصل فعلا فيصل كان معي في التصفيات واعرفه اكثر من ذا الحين اللي قدمه وجلست معه وقال لي الشيء ذا حتى قال لي بهذا انا مستغرب كيف الشيء ذا ما قدمت نفس اللي في التصفيات يا حبيبي والله باذن الله من الله الانطلاق يا فيصل فقدم فيصل ان شاء الله هذه تشجيعيه له ان شاء الله تعالى احمد احمد وخلاص ختامي عندك والله ما نسيته ها يا وليد انا ما مطول بالكلام لكن ان كان في شيء يجسد معنى الاخوه والكلام اللي قلناه الاسبوع الاول ان كسبنا 26 اخ
فهو الموقف اللي والمبادرة اللي سواها سلطان الأمير ولا هي بغريبة عليهم، فهم أهل طيب وأهل كرم وأهل جود. وفيصل الحربي من 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 مدينة ومن قبيلة عريقة، يستحق الكرم والطيب، ويستحق اللي يعني اللي يطلع من المود السيء اللي هو فيه المود أحسن. فيصل الحربي أنا أعرفك قبل ندخل البرنامج، أنا ما عرفت فيصل الحقيقي إلا قبل أسبوع بالضبط. شكرا سلطان الأمير على المبادرة الحلوة، والله يعطيك العافية وكثر من أمثالك يا حبيبي. يا علاء لا 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 بيسترسل محمد وخلاص. فهد تيجي بعد ولا خلاص؟ اي فهد عشان تعالي بعد يا حبايبي شباب عشان الوقت بس. الله يعطيكم العافيه ما على كلامكم زود كلام، بيض الله وجيهكم. فيصل انا اسميك القلب الطيب وسلطان ما يجي منه الا الكرم ولا قصور في البقيه، واترككم مع الحنجره الذهبيه ما شاء الله. اول شيء فيصل والله يستاهل الطيب، واشكر والله يا سلطان على المبادره الجميله هذه. وفيصل والله فعلا يستاهل. فيصل من الشاب اللي ما شاء الله كسب محبه المتسابقين كلهم، وفوق هذا كله اذا انت دخلت في طفش ولا نفسيه بعد البث ولا ارهاق يجيك ويغني عندك. هذه الحاله والله انها بالدنيا وما فيها. اي والله ها والله العظيم نجلس كذا نسولف يعطيك انا وياه مثل بس والله العظيم انا انبسط بصوته يشهد الله. فانا عندي اهداء بسيط والله الفيصل، مع اني لو اغني فيه اتوقع مليون ملين 90 حقة البرنامج ما اوفي ربع محبته في قلبي. خلى اما محبته هي كبيره يقول خذيت الحب وخذيت الحنان وما بقى لي شيء، دخيلك رد لي بعض الحنان اجامل اصحابي. خذيت الحب وخذيت الحنان وما بقى لي شيء، دخيلك رد لي بعض الحنان جمل أصحابي، ترى ما عاد باقي في رصيد القلب غير شوي، بغيت أعيش بلكن عجزت وما تتصاب، وأنا ما أريد أهل غيرك أنا والله أريد أهلي، أخاف فقد حناني لا أعطيتك وفقد قروبي، وعود لا معي هذه ولا حتى معي أهدي مثل من تاب في الدنيا وهو ما ظنت يتاب. يا لا لا يا يا لا فيصل يا لا لا يا لا لا كلمة أخيرة أبدا كلمة أخيرة يا الربع كلمة أخيرة الفيصل شباب كلمة أخيرة الفيصل اي والله ابد يا حبايبي والله لو اتكلم من هنا لا بكره ما نوفي حقي يعني حبايبي كلكم والله الله يبيض وجهكم جميعا يبيض وجهك يا سلطان والله انك ما قصرت. الشيء هذا اللي سويته اقسم بالله يا غير نفسيتي 128 درجة اقسم بالله والله يسعدكم جميعا ويوفقنا جميعا والله اني اعز كل واحد فيكم يعلم الله. شباب كلكم تفضلوا كلكم تفضلوا على المسرح طرطه بعدها على البوفيه المفتوح. طيب وين البلاعه كلها انت؟ طيب ولا يلا تعالوا عيال دقيقه تعال ومسفر تعال شباب بالله عشان الكاميرات تاخذ من ده خلاص لا تكفى تكفى حار يا ولد تعال سلام يلا يا حب سرعه ثاني يلا دقيقه تجيب عندي عريضه قص مر مضبوط ايش اقص معاك بسرعه يلا يلا حق يعطل ورني لا لا كذا كذا صح ابو سعد انت بتبع Oh!
الله يبيض وجهك. حظ الامير مبدع جدا جدا جدا. بطيح من يا رجال.